انا مش هكمل بقيه الشغل وعاوز بقيه اتعامل. ده نسيت، للدرجه دي ما عندكش فلوس عشان تتجوز؟ والله اتجوز اطلق، ده مالي وانا حر فيه بقى. انت مش كنت متجوز المرحوم اخت مرزوق؟ ايوه. ولازمتها ايه الدناوه عشان تتجوز تاني؟ واحد هيتجوز انت مال حضرتك؟ الانسان المتحضر هو اللي بيتجوز مره واحده. والله انا من عيله غير متحضره، جدي اتجوز 5 وابويا اتجوز 4 وانا هتجوز 10، بس ربنا ما وقعني في واحده زي حضرتك. ده انت لو كنت اخر راجل في الدنيا انا لا يمكن اتجوز واحد همجي زيك بيبوس الستات بالتوحش ده. يا اخويا العالم الخلل. يا نسا. نعم. في السوسته. انا هعملها لك. انا هعملها. هعملها لي. اتفضل. ايه انا اسف جدا، طلعت في ايديا. يبقى انت اللي قاصد تبوظها يا متوحش يا قليل الادب. قليل الادب؟ انا من الصبح مستحمل نزلتك وقلت ادبك. انت مش طلبت مني اوضه النوم بتاعتك تبقى لونها اسود؟ انا بقى اللي هخلي يومك اسود اذا ما كنتش هتديني الشيك بتاعي. انت يا ولد ازاي تكلم ستك بالطريقه دي؟ ستك انت مش ستي انا. انا مش همشي من هنا الا ما اخد حقي. امسكوا يا توفيق على بال ما اصلح الصوت. انت مش هتمشي من هنا الا ما تديني الشيك اللي اديته لك زهيره هانم. هي حصلت تمد ايدك كمان؟ ولا ولا والله انا مكسر دماغك. انا ما كنتش عاوز امد ايدي. انا مش عاوز امد ايدي. في ايه؟ يلا دكتور. من فضلك المريض في حاله نفسيه سيئه، انا من شويه اديته حقنه مخدره علشان اعصابه تهدى. حبيبي سيبيه هيهدى هيهدى دلوقتي هيهدى. هو حضرتك تقربي له ايه؟ انا عروسته كنا هنتجوز النهارده يا دكتور. يوه الاستاذ عباس مصاب في منطقه حساسه جدا وهتمنعه من الجواز. يا مصيبتك يا عديله، يا مصيبتك يا عديله. في واحدة ست في الدنيا تضرب رجالة بالشكل ده؟ سابوا ايه عباس العنتين عشان تبهدليه كده؟ ده همجي ومتوحش، طول لسانه عليا وشتمني. ولا كنت عايزاني اسكت له يعني عشان هو راجل؟ يا بنتي يا بنتي الراجل راجل والست ست. ليه؟ هو الراجل يزيد ايه عن الست عشان يتحكم فيها بالشكل ده؟ الست من غير راجل عمرها ما هتبقى ام. يا سلام، هو الراجل من غير ست عمره ما هيبقى اب. يا عمتي الرجاله دول وحوش، يبصوا للست عايزين ينهشوها بسنانهم. ده انت اللي وحش ومفترسه كمان. يلا يلا اتفضلي امشي قدامي. على فين؟ هنروح المستشفى تعتذري لعباسي. لا يمكن اعتذر لراجل ابدا. هتعتذري له ورجلك فوق رقبتك.
لا لا لا. سلامتك يا عباس، ألف 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 سلامة ليك. سلامتك يا زيران. أنا عارفة إنك أنت بتحب الورد البلدي، عشان كده قطفته لك بإيدي. كتر خيرك يا زيران. الله، أنت لسه ما اتغديتش؟ مش معقول، ده أنت هتاكل من إيدي، اتفضل. اللي عملته فيها بنت أخوك يسد نفسي على أي حاجة في الدنيا. أنا عارفة إنها شرسة. وتستاهل أطمر أبيتها. بإذن الله، لا أطمر أبيتها يكون على أيدي أنا. أرجوك يا عباس بلا اعتذاري. يا زهيرة هانم، أنا ما أنساش فضلك وفضل المرحوم جوزك عليا. اعتذارك على راسي من فوق، إنما اعتذار بنت أخوكي. ما تكبرش الحكاية أمي. ما كبرت. ما كبرت. بنت أخوكي عملتها مستديمة، حرمتني من الجواز ومن الخلفة. يا ساتر يا رب. عمري ما تصورت ان الحكايه توصل للدرجات. انا عذراك ومقدره المصيبه اللي انت فيها، بس بقول ايه يا عباس، ما تيجي نلم الحكايه كده فيها دعوه وبعقل. ايه اللي عملته فيها بنت اخوكي خلى عندي عقل. ما رفعت عليها قضيه وقتها في 60 دقيقه. بلاش نخش في قضايا ومحاكم. لو حكموا عليها بالاعدام مش هيشفي غليلك. اودي وش بالناس فين؟ اودي وش بالناس فين لما شاوروا عليا يقولوا عباس عندك كانت نايد وعلى ايده واحده سكت. احيه احيه احيه. انا مستعده اكتب لك شيك على بياض تحدد فيه المبلغ اللي انت عايزه. انا ممكن ادفع لك نص مليون جنيه تعويض. يا زهيره يعني لو كنت راجل كنت حسيت بمصيبتي وعرفت ان ملايين العالم لا يمكن تعوضني عنها. ولا مليم يا عمتي، ده عايز يبتزنا ويلها فلوسنا. ده انا في عمرك قبل عذرين ما يلهفك. تعالي اهو. يا عباس يا عباس.